هل واقع الثقافة اللي احنا بنعيشه دلوقتي مأزوم دكتور جابر؟ إلى أبعد حد. ليه؟ نحن نعيش كارثة ثقافية، وأظن أنه لم تشهد الثقافة المصرية لحظة مأساوية أكثر من هذه اللحظة، وربما كنا نحصد الثمار المرة للسبعينيات، وهي أنك أنت عملت تحول جذري في الثقافة المصرية من ثقافة ليبرالية مفتوحة إلى ثقافة منغلقة على نفسها وتدينية. يعني عملت عملية تدين للثقافة المنفتحة وخلتها ثقافة يعني منغلقة على نفسها. تدينية يعني ده تمثل في إيه؟ أو يعني امسك الدستور واحد مثلا. أنت الأول مرة في حياتك يبقى عندك دستور في مادتين تنص نص واضح إلى أنك دولة ما أنتش مدنية. الرئيس يقول إحنا دولة مدنية ديمقراطية حديثة. هذا ما نسمعه منه وما نؤمن به وما أيدناه وانتخبناه له. الآن نحن لا يوجد هذا. عندك الدستور بيقول في مادتين الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع أدي واحد، وعندك المادة السادسة التي تحمي الأزهر وتجعل منه سلطة دينية. أنا مقتنع وبصراحة كده إن إحنا في أخطر فترات تاريخ مصر. في أخطر؟ يعني أخطر فترات تاريخ مصر. وإنت عندك على المستوى السياسي والاقتصادي رئيس جمهورية بيجري والدولة بتجري وراه وإنت مش عارف تلحقه، وفي نفس الوقت عندك ناس بيرجعوك يشدوك من هذا الانطلاق إلى الأمام إلى الانطلاق إلى الخلف دور. أنا أظن أن التعليم والثقافة والخطاب الديني من حيث تجديده هي قضايا أمن قومي. يعني في بعض الناس يقول لك يعني لماذا تنتقدون الأزهر بهذا الشكل وهو يمثل جزء من القوى الناعمة المصرية؟ يعني أنت شوف شيخ الأزهر لما بيروح يزور أي بلد في بلد إسلامي كيف يستقبل. طيب تعال نحسبها كده، احنا دلوقتي هدفنا ايه في مصر اقتصاديا وصناعيا؟ مش ان احنا نحقق تنمية بشرية وإنسانية؟ طيب كيف تحقق هذه التنمية وأنت عاجز عن ضبط السكان؟ أنت عندك مشكلة خطيرة جدا اسمها الانفجار السكاني. صحيح. أنت بتزيد بمعدلات مذهلة. ليه السبب؟ تفتكر ليه؟ لأن عندك حديث بيقول تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم من الأمم يوم القيامة. بعض المشايخ فندوا هذا الحديث وقالوا أنه يعني ما يعني لم يقصد ذلك يعني. لا هو كان يقصد ذلك بس كان المسلمين أقلية. الآن المسلمين بالمليارات. يعني الدنيا بتتطور طبعا. طيب لماذا لا يعني لا يواكب الأزهر هذا التطور؟ تسأله وجهة نظرك. لا لسبب بسيط. أنا رأيي أن الأزهر محتاج إلى ثورة من داخله وإلى حوارات معمقة مع المثقفين المدنيين. طالما أن هذا لا يحدث، لا ثورة من الداخل ولا حوارات معمقة مع المثقفين المدنيين، لا سبيل إلى التغيير.